يسمع في الصدود في خلاء العود ويعلم عدد ضربات القلب في الهبوط او الصعود. هو الاول بلا بداية وهو الاخر بلا نهاية وكل ما سواه مقصود. الماسك السماء بقدرته ومشيئته أن تقع على الأرض فلا تسطع ولا شكوك. قدر الأرزاق لمن أطاع ولمن عصى فالكل بفضله ومن فضله مرزوق. إلهي جئتك سائلا من قبل أن ينطق لساني، واليوم جئتك سائلا مستغفرا شيء بقلبي للهدى ناداني. عيناي لو تبكي بقية عمرها لاحتجت بعد العمر عمرا ثاني. فارحم بفضلك توبة القلب الذي قد جاء هربا من دجى العصيان، وآمن بعفوك إن عفوك ربي يعيد نبض النور في الإنسان. وصلاة وسلاما على من ختمت برسالاته الرسالة وفرح به الأرض والسماء بمولده. صلاة وسلاما على النبي الكامل والسراج الشامل صاحب الحوض المورود والمقام المحمود والموقف المشهود. سيدي يا رسول الله، وأنا واقف بين يديك، ماذا أهدي إليك؟ وكل شيء قليل عليك ولم أجد إلا الصلاة عليك. فاللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم في هذه الليلة القرآنية المباركة التي نكرم فيها عميد الأدب والواد في كل مكان الذي عاش الحياة بحلوها ومرها وصبر على مرضه. كان نعم الزوج لزوجته ونعم الوالد لأبنائه، وشهد هنا الجميع له بالخير ورحل إلى ربه في شهر مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد جئنا جميعا مشاركة إلى أسرة الفقيد الراحل الحاج محمد عبد الصمد عامر، مشاركة إلى الحاج عبد العظيم عبد الصمد والأستاذ طارق محمد عبد الصمد، محمد محمد عبد الصمد، استاذ ايهاب محمد عبد الصمد، النائب عادل عامر عضو مجلس النواب. قدمونا جميعا بخالص الشكر والتقدير الى كل من جاء وشارك واجب العزاء. ولقد استضافت العائله علمين من اعلام دوله اتحاد الاذاعه والتلفزيون المصري والعربي. شرفت بذلكم العلم القراني الاذاعي الشهير قارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون المصري والعربي، نقيب قراء محافظة كفر الشيخ وقارئ الساحات الطاهرة، قارئ مسجد سيدي ابراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، فضيلة العلم الإذاعي الشهير الشيخ احمد عوض ابو فيوب، والذي سنسعد به ان شاء الله تعالى غدا بعد صلاة المغرب مباشرة احتفال شبكة اذاعة القرآن الكريم بذكرى مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من مسجد مولانا الامام الحسين بن علي بمدينة القاهرة. شرفت ايضا بقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي والعربي فضيلة القارئ الدكتور محمود بدر عصفور المقيم بالمنيرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية. اخوة الايمان والاسلام، ولنعيش مع هذه التلاوة القرآنية المباركة والعلم الاذاعي الشهير الشيخ احمد
أحمد عوض أبو فيوط فليتفضل صاحب الفضيلة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وإذا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة تضرعا وخيفة
يسألونك عن الأنفال قل
وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ
تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إن
وما جعله الله إلا بشرى تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إلا من عند
فثبتوا الذين آمنوا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فاضربوا فوق الأعناق ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار ولا تولوهم الأدبار ولا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ
فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا وقد باء بغضب
ولم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما تلاوة القرآن خير عبادة وبه نخاطب ربنا الرحمن وهو الذي قد أحكمت آياته قهر الجميع بلاغة وبيانا وهو العلاج لكل قلب متعب سئم الحياة ولازم الأحزان يستمطر الرحمات من رب السماء لسامعيه وقارئه الآن عشنا واستمتعنا في رحال هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة التي كانت من آخر سورة الأعراف وصدر سورة الأنفال وكانت متابعة لفقرات هذه الليلة القرآنية المباركة والتي نكلم فيها عميد الأدب والواجب في كل مكان الله أسأل أن يجعل هذه التلاوة نورا يتقاتل على قدره وأن يكون إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة التلاوة كانت بصوت العلم القرآني والإذاعي الشهير نقيب قراء محافظة قطر الشيخ وسفيرها الدائم في أرجاء العالم الإسلامي كله وقرئ الساحات الطاهرة قرئ مسجد سيد إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق محافظة قطر الشيخ والذي سنسعد به إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة المغرب مباشرة احتفال شبكة إذاعة القرآن الكريم بذكرى مولد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام من مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي بمدينة القاهرة قبيلة القاري الشيخ أحمد عوض أبو فيوط مشاركة مع الهندسة الصوتية والمعرض الفني الإضاءة الحديثة لؤلؤة السرادقات الشركة الكهربائية الكبرى ورفض محطات ديزل الكبرى تحت إرارب معلم عبد المنصف عثمان خلف وإخوته مقيمين وشبرى شهاب ومشاركة مع البث المباشر وأولى مصور الحفلات الدينية
باشمهندس احمد الجعبري العالمي، اسره الفقيد الراحل الحاج محمد عبد الصمد عامر. يتقدم الحاج عبد العظيم عبد الصمد عامر، استاذ طارق محمد عبد الصمد عامر، استاذ حماده محمد عبد الصمد عامر، استاذ ذهاب محمد عبد الصمد عامر، سيد النائب عادل عامر عضو مجلس النواب. قدمونا جميعا بخالص الشكر والتقدير الى كل القيادات الشعبيه والقيادات التنفيذيه والسياسيه، والى كل من جاء وشارك وواجب العزاء.